اقتحمت قوات إنقاذ الرهائن بالأمن الوطني منزل بلطجي الفيوم بعد تفجير الأبواب المحصنة وإصابته بطلق ناري، وأنقذت أفراد الأسرة دون تمكنه من إصابتهم. وكان البلطجي قتل والدة زوجته وألقاها بفناء المنزل قبل الاقتحام بساعات، وقام بتعذيب أفراد أسرته وضربهم بكل قسوة خلال فترة الاحتجاز. ومارست قوات الشرطة كل أنواع القدرات والإمكانيات في التفاوض حتى عملية الاقتحام بمعرفة القوات على أعلى مستوى من التدريب، وذلك للحفاظ على حياة المحتجزين. وردنا الآن هذا الخبر العاجل، حيث اقتحمت قوات إنقاذ الرهائن بالأمن الوطني منزل بلطجي الفيوم بعد تفجير الأبواب المحصنة وإصابته بطلق ناري، وأنقذت أفراد الأسرة دون تمكنه من إصابتهم. وكان البلطجي قتل والدة زوجته وألقاها بفناء المنزل قبل الاقتحام بساعات، وقام بتعذيب أفراد أسرته وضربهم بكل قسوة خلال فترة الاحتجاز. مارست قوات الشرطة كل أنواع القدرات والإمكانيات في التفاوض حتى عملية الاقتحام بمعرفة القوات على أعلى مستوى من التدريب، وذلك للحفاظ على حياة المحتجزين.